هذا ويتواصل توافد القادة والزعماء العرب للمشاركة في أعمال القمة، وكان العاهل الأردني في مقدمة مستقبل رؤساء لبنان ميشيل عون واليمن الرئيس عبد الرب منصور هادي وجيبوتي إسماعيل عمرو والفلسطيني محمود عباس، كما وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية السيد فايز السراج ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، فضلا عن وفد سلطنة عمان برئاسة نائب رئيس الوزراء أسعد بن طارق آل سعيد ونائب رئيس الدولة الإماراتية الشيخ محمد بن راشد.